اختيار وزراء حكومة الفترة الانتقالية يعد من المرتكزات الأساسية لنجاح برامج ومجهودات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير المعنية بأمر الاختيار، لكن الأمر يبدو في حاجة لمزيد من الفحص والتمحيص لما تنتظر الحكومة من تحديات كثيرة تحتاج إلى إجراءات صارمة لتعزيز فرص النجاح. انغياد بدون تفكير، بدون فهم، بدون ما الإنسان يرى يعني يفكر في مصلحته، وين الإنغياد لي أو التبعية للسادة، دي كلها تحديات. أنا بفتكر إنه الحكومة لو ما خرجت من الإطار التقليدي الموجود في كل أنظمتها، إذا كانت سياسية ولا كانت أنظمة اقتصادية أو كانت أنظمة اجتماعية، إذا ما خرجت من الإطار التقليدي فرصة نجاحها ضعيفة جدا. أهداف الثورة التي جاءت من واقع الأوضاع والأحوال المعيشية الصعبة التي عانى منها المواطن في شتى بقاع السودان، يشير مراقبون عطفا على ذلك إلى أن تحقيقها يحتاج إلى أجواء سياسية معافية يترجمها اختيار بعيد عن ثقافة التهميش والإخصاء والمحصصة. عندنا كل ما في أخونا حمدوك ينظر لمعيشة المواطن، وإذا ما نظر عليها خلال الفترة حق تشكيل الحكومة دي، والله لو شكل حكومة وتاني شكل الحكومة وما لما الشعب السوداني ده كله بأحزاب وقيامات الرابطة دي وقعد معهم، والله بكرة الصباح نفس الناس اللي قاموا بالثورة دي الشارع عمر البشير برضو بشوله وبشوله ناس القوة التحرير ويشوله الشعب السوداني كله. وتظل فرص النجاح متوفرة للحكومة لتحقيق أهداف الثورة من خلال العديد من الخيارات التي تحددها تشكيلات وتكوينات مؤسسات الفترة الانتقالية وفقا للمعايير المطلوبة، وإلا سيتأهبون لتكرار سيناريو السقوط لأكثر من مرة إذا ما لزم الأمر. التجاذب بين المشاركة والإقصاء في ظل استقطاب سياسي متجدد ومستمر، جميعها مؤشرات تحتاج إلى معالجات دقيقة ونزيهة وشفافة حتى لا تغلل من فرص نجاح برامج الحكومة المرتقبة. رمضان عبد القادر لقناة طيبة.